أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع بلقيس، تقرير يكشف عن محاولات انتحار بين معتقلات لدى ميليشيا الحوثي. سفير أمريكي سابق لدى اليمن، طلبنا من الحراسة إيصالنا إلى الحكومة فوجدنا أنفسنا في المجلس الانتقالي. الحرف 28، الحكومة تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين في كل المحافظات. أهلا بكم. كشفت منظمة حقوقية كما يقول موقع قناة بلقيس عن تعرض نساء معتقلات في سجون ميليشيا الحوثي لانتهاكات جسيمة دفعت بعضهن لمحاولة الانتحار. قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الميليشيا شكلت جهازا أمنيا خاصا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية. أشار التقرير إلى أن شهادات للضحايا كشفت عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون الميليشيا، بما في ذلك مقر الاحتجاز بأقسام الشرطة والنقاط العسكرية التابعة للحوثيين. توفيق الحميدي رئيس المنظمة قال إن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، إلا أنهن مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء فقد هذه المكانة وأصبحنا يتعرضن لانتهاكات جسيمة. أضاف أنه تم رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها. منظمة سام دعت ميليشيا الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون. اقتحم مؤيدون لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يوم الأربعاء مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبأ في عدن، حيث مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعنون موقع يمن مونيتور تهديد الصحافة في عدن. مؤيدو الانتقال الجنوبي يقتحمون مبنى وكالة الأنباء اليمنية. قال عاملون في الوكالة إن عشرات المقتحمين أغلقوا مبنى الوكالة في التواهي وحطموا اللوحة المعدنية الخاصة المكتوب عليها اسم الوكالة. كتب المقتحمون تحذيرات على مبنى الوكالة من فتحها مجددا وتوعدوا الموظفين في حال استمرارهم بالعمل، وقالوا أنهم سيعودون لاقتحامها. والتقط المقتحمون صورا وتسجيلات فيديو لعملياتهم. واعتبرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ المقتحمين عناصر خارجة عن القانون وحملتهم المسؤولية الكاملة في حال تعرض موظفي الوكالة لأي أذى وأي أضرار تصيب المبنى. مطارات عربية تحت هذا العنوان، كتب علاء الدين أبو زينة مقاله في صحيفة الغد. كانت الحدود بين الدول العربية دائما إشكالية، سواء لجيل سايكس بيكو الذين وجدوا أنفسهم فجأة ضمن مساحة مسيجة بعد أن كانوا طليقين، أو من حيث التداعيات على المنطقة حتى اليوم. ويتحدث المحللون عن آلية التقسيم التي رسمت خطوطاً اعتباطية في لحظة تاريخية وجعلتها حدوداً ليستقر الناس حيث شاء لهم الفرنسيون والإنجليز، بحيث انقسمت القبائل والعوائل والطوائف والأعراق وتوزعت في بلدان مختلفة، وترتب عليها أن تختلق قوميات وأمماً متجانسة من تكوينات قطرية يغلب ألا تكون متجانسة، والتي يجب أن تتمايز عن القومية أو الأمة الأخرى. لا أدري إذا كان هذا شعوراً عاماً، لكن العربي يشعر اليوم بالقلق عندما يحط في معبر حدودي بري أو جوي إلى بلد عربي، يتوجس من احتمال التعرض لسوء المعاملة أو حتى التحقيق أو الاعتقال لمختلف الأسباب. وسيشعر وهو لدى الهبوط في معبر عربي آخر بأنه أصبح مقطوعاً عن حماية بلده وتحت رحمة سلطات غريبة يصعب التنبؤ بسلوكها. وكثيرا ما سمعنا عن عرب يذهبون إلى بلد عربي فيعتقلون أو لا يعودون. نشرت مجلة الإيكونوميست مؤخرا تقريرا قصيرا عن المطارات العربية بعنوان حيث الأمن تسمية خاطئة، كيف تفسر المطارات العالم العربي؟ وكتبت المجلة في معظم المطارات يكون المرور بالفحوصات الأمنية مبسطا ولو أنه بلا روح إلى منطقة محكمة منقطعة عن الخارج ومطهرة.
لكن الأمر ليس كذلك في معظم مطارات العالم العربي، حيث وصولك إلى صالة المغادرة عقبة عقلية وجسدية، والتي تقول الكثير عن النظام أو الأنظمة المسؤولة، ويصف التقرير مطارات عربية ليس لها مثيل في غرابتها. بعد زيارته إلى عدن، ما الذي توصل إليه نائب رئيس معهد الشرق الأوسط جيرالد فايرستين والذي عمل سابقا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن؟ ووفقا لموقع المصدر أونلاين، حذر من دعم مشاريع تقسيم اليمن. السفير الأمريكي السابق يكشف تفاصيل زيارته لعدن ويشيد باستقرار مارب. قال السفير بعد زيارته ضمن وفد المجلس الإطلنطي للعاصمة المؤقتة عدن، شوارع المدينة بدت هادئة ولكنها غير مستقرة، منوها بالانقسام الذي تعيشه عدن بين سلطات تابعة للحكومة الشرعية وأخرى للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وتابع أعلام الجمهورية أو أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة ترفع على أجزاء من المدينة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي على أعمدة الإنارة وكذلك الجدران، إلى جانب صور شهداء المجلس الانتقالي. وعلى النقيض من ذلك كانت الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة التي تميزت بلوحات إعلانية تضم الرئيس عبد الرب منصور هادي أصغر حجما وقريبة من المجمع الرئاسي الساحلي، حيث التقينا بممثلين حكوميين. المضحك في الزيارة أنه وفقا للسفير كان مقررا أن يذهب الوفد إلى لقاء الحكومة أولا، لكن القوات التابعة للانتقال الجنوبي المرافقة للوفد قامت بإيصالهم إلى مقر المجلس أولا، مرجحا أن قيادة الانتقال الجنوبي حاولت تأخير زيارتهم لمقر الحكومة. وأكد فايرستاين أنه تم رغم التوترات السياسية في عدن فإن هناك جهودا لإقامة حياة طبيعية رغم الوضع المعقد، مشيرا إلى تطورات مماثلة تحدث في مارب والجوف شمال اليمن. وقال إن مارب تنمو كمركز تجاري في شمال اليمن، وذلك بالاستفادة من عائدات النفط والغاز التي لم تعد الحكومة المركزية تحتجزها. وفي الجوف الصحراوي يؤسس لشبكة حضرية من شوارع المدينة، ورجال القبائل يحضرون إلى سلطات المدينة لتقديم طلب الحصول على تصاريح للبناء. كتب باتريك كلاوسون ومهدي خلجي مقالا مشتركا نشره موقع مركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تحدثا فيه أن خامنئي يعتبر العقوبات الأمريكية ضده تحديا مباشرا للثورة الإيرانية الإسلامية. وأضافا في المقال: عند تحليل العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، يميل المرء بطبيعة الحال إلى التساؤل عن الأثر الاقتصادي الذي ستخلفه. ومن هذا المنطلق، قد يبدو الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 24 من حزيران يونيو متواضعاً، فهو يغلق أبواب النظام المالي الأمريكي في وجه أولئك الذين يتعاملون مع أفراد معينين مباشرةً من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي أو مع المؤسسات التي يرأسها هؤلاء المعينون. لكن الأثر الاقتصادي هو المقياس الخاطئ في هذا القياس. كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الضغط على القادة الإيرانيين وليس تحويل البلاد إلى الفقر. ولذلك سيكون من الأفضل طرح السؤال التالي: كيف ستؤثر العقوبات الجديدة على القادة الإيرانيين؟ والجواب واضح، لا يمكن تصميم أي خطوات أفضل لإثارة سخط المسؤول الأكبر في النظام الإيراني من الأمر التنفيذي الصادر في 24 من حزيران يونيو. خامنئي في نظر نفسه هو الثورة. كان مفهوم ولاية الفقيه جوهر الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، وكان ذلك هو الأساس الذي بنيت عليه الثورة والفكرة المثبتة في دستور يمنح السلطة المطلقة لكبير الفقهاء في البلاد أي المرشد الأعلى. منذ توليه السلطة في العام 1989 اتخذ خامنئي عدة خطوات أخرى مضت قدما بولاية الفقيه. ففي عهد الخميني كان موقف العديد من رجال الدين البارزين فاترا تجاه هذا المفهوم أو حتى منتقدا له، لكن خامنئي صرح مرارا وتكرارا بأنه يتعين على جميع المسلمين بمن فيهم آيات الله العظمى الامتثال لأوامر الولي الفقيه، ولا يمكن تمييز الالتزام بإطاعة الولي الفقيه
عن الالتزام بالإسلام وأن قرارات الولي الفقيه وسلطته تعلو على إرادة الشعب وسلطته في حال وجود خلاف بينهما. علاوة على ذلك، فرض خامنئي عبارة مهيبة لشخصيته. اكتسبت طهران نفوذا بالفعل، وفي حين أن الحديث قبل شهرين كان يركز على نجاح واشنطن غير المتوقع في إلحاق أذى حقيقي بالاقتصاد الإيراني، فإن التركيز حاليا ينصب على مدى خطورة المنطقة وقابليتها للانفجار. وأصبح الكثير من زعماء العالم يدعون إلى التوصل إلى حل وسط. في المقابل، قد يكون سعي خامنئي لكسب النفوذ أمرا جيدا في الواقع، إذا كان هذا يعني أنه مستعد للنظر في إجراء محادثات جديدة. أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع محافظات الجمهورية، وعنون موقع الحرب 28. الحكومة تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين في كل المحافظات. قال رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات علي الهدار إن الهيئة بدأت بصرف رواتب شهر يوليو 2019 لجميع المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات بما فيها المحافظات غير المحررة ابتداء من أمس الأربعاء. ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشات شهر يوليو مع اصطحاب الوثائق الثبوتية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين التابعين لقواتها ضمن التحالف العربي من اليمن. وعنونت الصحيفة: الإمارات بدأت سحب دباباتها ومروحياتها ومئات العسكريين من اليمن. ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين تحفظوا على ذكر أسمائهم ومناصبهم أن سحب تلك القوات يأتي في إطار رغبة الإمارات سحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، دعما للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا في حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات ضد جماعة الحوثيين في اليمن التي ما تزال تسيطر على أغلب المناطق شمالي البلاد. أشارت الصحيفة إلى أنه من ضمن القوات التي قامت الإمارات بسحبها غالبيتها عدد كبير من القوات التي كانت تتواجد بالقرب من مدينة وميناء الحديدة غربي اليمن. وأرجعت الصحيفة على لسان المسؤولين الغربيين سحب الإمارات لقواتها من اليمن إلى التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مياه الخليج، ما قد يجعل من الإمارات هدفا رئيسيا لطهران لا سيما في حال اندلاع مواجهات عسكرية. الدمار ليس الخيار الوحيد لمستقبل الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي برهان غليون في مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: لن تستطيع إيران مهما حاولت أن تحول حلمها إلى واقع، ولن تسمح الدول الغربية التي كانت تعتبر المشرق العربي منطقة نفوذ حصري لها إلى وقت قريب لطهران أن تعيد تركيب المنطقة من حولها، وهي التي قسمتها عمداً منذ زوال السلطنة العثمانية، وعملت المستحيل وخاضت حروباً عديدة للمحافظة على هذا التقسيم، ولا أن تقيم إلى جانب أوروبا في شرقها إمبراطورية كبرى جديدة تحمل هوية دينية وثقافية مختلفة تبدو أكثر فأكثر معادية للغرب. ليس هذا الموقف الغربي وليد الحقبة الراهنة، ولا هو موجة ضد إيران والقومية الفارسية خصوصاً. إلى حرص الغرب على أمن إسرائيل ومشروعها الاستيطاني والتوسعي معاً، فقد برز واضحاً منذ القرن 19 عندما أجهضت القوى الكبرى الأوروبية مشروع إعادة تجديد السلطنة العثمانية انطلاقاً من قاهرة محمد علي قبل أن تقضي على الدولة المصرية الجديدة التي حاول الأخير أن يرسي قواعدها ويتحول إلى شريك للغرب في الهيمنة على شرق المتوسط. وبرز بشكل واضح أيضاً عندما دفنت هذه القوى نفسها حلم المملكة العربية الواحدة التي نادى بها العرب، أو بالأحرى الشريف حسين، ممثلاً لتحالف الأرستقراطية القبلية والدينية الحجازية مع البرجوازية التجارية الجديدة الصاعدة في سوريا الطبيعية أو بلاد الشام في بدايات القرن 20. ففرض على أصحاب هذا المشروع العربي الذي لم يكن له منافس في ذلك الوقت
مشروع سايكس بيكو الذي جزأ سوريا الطبيعية ذاتها إلى دويلات صغيرة لا تملك وسائل تأسيس الدول ولا الارتقاء بدورها والوفاء بالتزاماتها. حق التعبير عن الرأي وتوجيه انتقاد في إطار فني يمكن التغاضي عنه، ولكن ليس في الصين، إذ يمكن أن يكون الثمن باهظ، وهذا ما حصل فعلا لشركة تطوير ألعاب فيديو تايلاندية في الصين وتعنون الدي دبليو. مزحة على الرئيس الصيني كلفت شركة ألعاب ثمنا باهظا. قال الموقع أن الشركة التايلاندية ريد كاندل جيمز المطورة للألعاب الإلكترونية قامت بسحب لعبة الرعب ديفوشن على ما يبدو بعد موجة احتجاجات من المستخدمين الصينيين. أما سبب غضب المستخدمين الصينيين فهو راجع إلى إشارة ساخرة في لعبة ديفوشن للرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف الموقع أن شركة النشر والتوزيع الصينية أوقفت تعاملها مع الشركة التايلاندية، ومع زيادة الضغط عليها قامت الشركة بإزالة اللعبة من منصات الألعاب. يتابع الدي دبليو أن اللعبة تتضمن بعض التلميحات السياسية الخفية، وخاصة فيما يتعلق بالتوترات التي تعيشها العلاقات الصينية التايلاندية. بالإضافة إلى ذلك، مقارنة اللعبة الإلكترونية الرئيس الصيني شي جين بينغ بشخصية الدب المحب للعسل ويني بو والسخرية منه. وتعد السوق الصينية جذابة للغاية بالنسبة لشركات الألعاب الإلكترونية، فمع حلول عام 2023 سيصل عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية 354 مليون شخص في الصين. ومن الأخبار المنوعة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط في إحدى صفحاتها، وفاة شخص أثناء مشاهدته فيلم رعب في سينما بتايلاند. قالت الصحيفة إن مواطنا بريطانيا توفي داخل إحدى قاعات السينما في تايلاند أثناء مشاهدته فيلم الرعب الشهير أنابيل تعود إلى المنزل. وبحسب الصحيفة فقد كان الرجل البالغ من العمر 77 عاما يقضي عطلته في مدينة باتايا بتايلاند عندما قرر الذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم. تتابع الجريدة، بعد انتهاء الفيلم وإضاءة أنوار القاعة قاعة العرض، لاحظت السيدة التي كانت تجلس بجوار الرجل أنه قد مات، الأمر الذي أصابها بالصدمة وصاحت بصوت عال لاستدعاء موظفي السينما. تفيد الشرق الأوسط يعتبر هذا الفيلم من أنجح أفلام الرعب، وقد حقق إيرادات خلال أسبوع واحد من عرضه وصلت إلى 78 مليون دولار. عندما تعرضت ناقلات النفط للتفجير قبل 3 أسابيع عادت بأفكاري إلى صيف العام 1987 عندما أبحرت عبر مضيق هرمز الضيق لأول مرة بصفتي مسؤول العمليات في سفينة جديدة تابعة لبحرية الولايات المتحدة USS. هكذا بدأ الأدميرال المتقاعد من البحرية الأمريكية جيمس ستافر يديس مقاله في مجلة تايم مضيفا: سوف تتواصل لعبة القط والفأر هذه في الخليج العربي في الأسابيع والأشهر المقبلة، بينما يحاول كل من الطرفين وضع قوته البحرية في وضع مفضل للقيام بكل من العمليات الهجومية والدفاعية. وتمتلك الولايات المتحدة ميزة إضافية، والتي تتمثل في أن لدينا شبكة من الحلفاء والقواعد في المنطقة، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، حيث تستضيف الأخيرة مقرات قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. كما أن لدينا تاريخاً طويلاً من العمليات البحرية في المنطقة، وكذلك قدراً أكبر من قوة النيران الصافية في البحر، لكننا لا نستطيع أن نقلل من شأن خطر إيران، التي لديها بدورها أيضاً خبرة في هذا النوع من العمليات، وقوة بحرية ذات حوافز عالية وقواعد ممتدة على أراضيها الخاصة، وإحساس بالخطر بسبب العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها. على كل سفينة حربية أمريكية يتفهم الضباط والطاقم الخطر وأهمية عملهم، وهم مدركون جيدا لتاريخ العقود من التوترات مع إيران ولتاريخ البحرية الطويل والفخور في منطقة الخليج. وفي ساعاتهم القليلة التي يقضونها خارج المراقبة سيشاهدون التحولات والمنعطفات السياسية والدبلوماسية على محطة CNN، مثلهم مثل بقية الأمريكيين هناك في الوطن. لكن المخاطر بالنسبة لهم شخصية بعمق وعالية جدا في الحقيقة،
أمنياتي بالتوفيق لهم جميعا في مهمتهم الصيفية الخطيرة في مياه الخليج العربي الساخنة. صحيفة الغارديان البريطانية تعرض صورا التقطتها عدسة مصوريها المحترفين من مختلف مناطق العالم، ونحن نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. أصبح الكاريكاتير فنا قائما بذاته، ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية. وكبقية الفنون امتلك الكاريكاتير روادا وجمهورا واسعا. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.